النهارده تيار الاستقلال وقاده تيار الاستقلال وعدد من القوى السياسيه في قريه بنبان مركز زراو بمحافظه اسوان في جنوب مصر، في اقصى جنوب مصر اليوم، لكي يعلنوا جميعا تأييد المشير السيسي في ساعات ما قبل الحسم. وقد اخترنا أسوان والشرقية غدا لكي تكون آخر محطتين للحملة الانتخابية والحملة الشعبية لتيار الاستقلال في كل محافظات الجمهورية. النهاردة بنعرب للمشير السيسي عن ارتياح الشعب المصري لترشيحه، عن رغبة الشعب المصري في أن يكون هناك قائدا وزعيما وليس رئيسا. أهل أسوان اليوم بيقدموا يعني شكل جديد من شكل التأييد، وهو الانتماء لمصر، تأييد قائد لمصر في مرحلة صعبة بتمر بها البلاد، نحتاج فيها إلى الرئيس يواجه كثير من مشكلات المصريين. بالتأكيد اختيار السيسي رئيسا وانتخاب السيسي رئيسا سوف يكون سببا في حل كثير من المشاكل التي وعد المشير السيسي بأن يتصدى لها فور تقلده لمنصب رئيس الجمهورية. المشير السيسي النهاردة لا ينتظر النتيجة، ولكنه يتأهب للواجب والحق المفروض عليه في النهضة بالشعب المصري، في الارتقاء بالشعب المصري، في الإنقاذ الشعب المصري من الانهيار الاقتصادي، من حالة الأمن المتراجعة. المشير السيسي النهاردة بيرى أهل أسوان وهم يقدمون له أقوى دعم وأقوى تأييد لم يحظى عليه أي رئيس منتخب من قبل. أعتقد أننا اليوم في ساعات تاريخية وفي لحظات تاريخية سنعرف فيها عن رغبة المصريين الجامعة والجامحة نحو اختيار رئيس يحقق التوافق بين جموع المصريين، رئيس قادر على حل المشاكل وخوض معركة من أجل الارتقاء بمصر، من أجل إنقاذ مصر من براثن الإرهاب، من أجل القضاء على الإرهاب. اليوم رسالة من أهل أسوان سنراها بعد قليل تطالب الرئيس بإنقاذ مصر من براثن الإرهاب، وتقول له عهدا ووعدا سنكون أمام صناديق الانتخابات كالأسود، ندافع عن مصر وليس عن السيسي، ندافع عن وجود رئيس منتخب يمثل المصريين ويمثل إرادة المصريين ويعبر عن شخصيتهم. الرئيس القادم يجب أن يكون رئيسا بقوة وإرادة وشعبية المصريين.